زهين في العالي علي بسم البحرين بالبيرق الغالي تاريخك الزاهر في قلوبنا حاضر مجدك شموخ افعال بنا يتعطر الأحساب يلقى ما يطيب من جود طيبتنا يتعطر الأحساب يا سار يا محلاك تزيني في العالي فوقين وسمها الخير ما غيرها نوالي بحرين عز وشموخ ومجد وقولي لكل الناس هذا الوطن غالي هذا الوطن غالي Thank you.
مساء الحماس والأجواء الحلوة لكم مشاهديننا، يوم جديد متواصلين فيه معاكم بكل فرح وسعادة وبهجة في برنامج السارية. مساء الخير يا حسن. مساء الورد، مساء الفرح، مساء الأجواء الحلوة من راس حيان وتحديدا في القرية التراثية. مشاهديننا ومتصليننا اليوم نبي الفوز أكثر، ما نبي أي خسارة لأي أحد، نبي الكل يكون فعلا فايز معانا. مو لي 300 والله، أتمنى توصلون ليه الخمسمية. كل اللي عليكم إن شاء الله بس تطلعون أكثر على موروثنا الشعبي، موروثنا البحريني الجميل، تراث هالدير الفظيع إن شاء الله، وبإذن الله بتفوزون معانا والفوز بيكون حليفكم بإذن إن شاء الله. بإذن الله يا رب. قبل أن نبتدي الاتصالات، أكيد بداية حابين نوجه الشكر الجزيل لسيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعم الأول للبرنامج، وأيضا الشكر موصول للجنة رياضات الموروث الشعبي وكذلك شركة بتلكو على دعمهم الكبير لهالبرنامج طيلة هالشهر الفضيل، وأكيد شركة يوسف عبد الوهاب الحواج وأولاده، وأيضا شركة إبراهيم خليل كانو اللي قدموا لنا سيارة هالأسبوع الثالث. طبعا البداية تنطلق من وين؟ دائما في برنامج السارية من العريش نروح نشوف أم هلال ونسوان الفريج، ونرجع إن شاء الله نواصل معاكم السارية. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، الله يمسيكم بالخير والسرور وتسمحة الأمور. هلا ومرحبا، مسيك بالخير. طيب الله يمسيكم بالخير يا جماعة الخير، شلونكم؟ عساكم طيبين. يا سلام، أطلع البنيات يشتغلون ما شاء الله، صلاة على النبي محمد. إي والله، إي ومنيكا يا سلام. الله يسلمك. كني أعرفه بس أنا بسألك. تفضلي. غبقتنا الليلة شنهي؟ ضعت أنا. ضعتي. غبقتنا اليوم مثل الحزاية. شلون؟ شلون أنا أقول لك؟ شوط شوط يا البطة. عرفت يرحم أبوه من حطه. نعم. وما حطته إلا سويرة. سويرة. وسويرة راحت البر. عرفت وتجيب عيش الأخضر وتحطه في صواني على يية خوالي وخوالي يا دلولي. عرفت يوم ضيعي وهلولي. هذا الما أحنا أقولش عيش الأخضر. من كذي تقولي لي؟ شوف شوف يا البطة. ايش اخضر؟ وقشيط مصلي في قوعتك هو يسبونه البنيات. الله اكبر. يا سلام. والخنفروش هاكو يصبونه من الاول. انا اشهد انه يشهوى. هذا اليوم مصلي. يا سلام. وايش خضر؟ نعم. يا سلام. وخنفروش؟ خنفروش. الله اكبر. هذا مطعم الدعوس. والله انه مطعم الدعوس. صراحة كفه ووفه. ويا ما يحتاج، ما يحتاج، ما خلى في خاطرنا شيء الا ما من الطبخ مال الاول الاصلي البحريني. اي نعم. اي نعم. نعم. يا سلام. لا تاخذني السوالف. اي عن وليدي ما حسن وبنيتي. عمري نايله. ما تقهويتي يا خلف ابوي. نعم الله عليكم. سلمت قهوتكم يمه مشروبه. ويا مرحبا. الله يسلمك. يسلمك. وحي من زورنا. اكثر. حي الله مني. تفضلي حبيبتي. مع السلامة. الله يحفظك. والله صراحة يعني أنا استانست لما قالت سويرة راحت البر. يا سلام.
رجعت حق ايام الطفوله. طبعا رجعت حق ايام الطفوله. انا سمعت تذكرت ايام الروضه شلون يحفظون الاغاني. بعد في وايد اشياء حلوه غير سويره. لحظه انت من صدقك تقول ايام الروضه سويره راحت البر؟ اذا انا قاعده اقول لك لا يعني كانوا يرددون احنا يسمعونا اكيد يعني حتى ايام شنو بعد كانوا يقولون حكينا الحلو حتى في المدرسه او في الروضه أكيد. ما زالوا كانوا يعلمون. هذه احلى شيء ترى. شنو في في الاشياء الحلوه بعد؟ حتى قالت شوك شوك يا البطه. يا سلام لا ذكرتيني عاد الحين في فرجان الاول واخواني فرجان الاول. اي بقول لك بعد مو بس كذي حمامه نودي نودي ذكري. اتصدق احنا عيوننا للحين يقولون حمامه نودي نودي. اما انا توني قاعد اقول لك اي سلمي على سيودي. سلمي على سيودي. اي زين شفت اليوم العريس شنو عندنا؟ عندنا قشي عندنا خنفروش. انت بس قلت لهم انا الخنفروش. ايش خبر بعد يعني اليوم الابداعات مال داعوش شيء غير بس عاد سمحوا لي انا اليوم الخنفروش ابي يوصلني قبل ما نخلص. يا ريت بتجيبون لي اياه ان شاء الله بيبون لك اياه. ان شاء الله يبون لك اياه. مشاهدينا للمشاركه معنا في مسابقتنا المطلوب منكم تدخلون على الموقع الالكتروني الظاهر لكم في اسفل الشاشه تسجلون في بياناتكم الاسم الكامل الرقم الموبايل والرقم الشخصي وباذن الله ان شاء الله بنتصل فيكم وبتكونون من المشاركين معنا باذن الله. مو بس من المشاركين من الفائزين بعد باذن أكيد الله أكيد. طبعا مشاهدينا لمتابعه البث المباشر لبرنامج الساريه وايضا اسماء الفائزين في المسابقه تقدرون تدخلون على حساب الموروث الشعبي عن طريق تطبيق الانستغرام وان شاء الله بتشوفون اللايف بتشوفون حتى اسامي الفائزين مال كل مره. وفي شيء مهم شنو؟ باكر اي يوم؟ باكر يوم الجمعه. الجمعه معناته شنو؟ عندنا المسابقه مالت السياره. معناته السياره بكره باذن الله بتكون من نصيب الفائز الثالث معانا. مين ما ندري. فرصه اليوم ان انتو اللي ما اشترك فعلا يشترك لان دائما نذكر احنا كم من يوم إيه؟ فاضل فاز من اول رساله من أول ما شاء الله من اول مسج من اول مسج. فان شاء الله ان انتم ايضا تكون عندكم حظوظ جدا جميله تدخلون معنا في المسابقه وعلى طول نتصل فيكم. بس المهم تعرفون شنو جواب السؤال. جواب نشوف السؤال اكيد. خلينا نشوف السؤال عيال عشان نشوف اذا تعرفون جوابه باكر ولا لا. رغم تقدم العلم وتوفر الوسائل الأخرى لعمليات الغسيل لم تتغير الطريقة البدائية لغسل الثياب لدى هؤلاء الدوبية الذين تعودوا غسل الملابس في العين الواقعة في منطقة الخميس. ولقد دأب الدوبية على نشر غسيلهم إما على الأرض أو بتعليقها على حبال مربوطة إلى عصي خشبية ومثبتة بطريقة تستطيع معها تحمل رياح الشمال إذا هبت. للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية باتلكو 94444 زين 94499 STC 88880 تكلفة الرسالة 500 فلس. الفيديو اللي كان معاكم قبل شوي على الهواء هو سؤال المسابقة للسيارة باكر بإذن الله. شو اسم هالعين؟ يا سلام تقولون لنا اسم العين المفتاح بإذن الله بيكون من نصيبكم سيارة بإذن الله بتكون حق ثالث فائز معنا إن شاء الله. قبل لا نبتدي إن شاء الله إيه؟ نور ما شفتين المكان نور؟ أكيد شمعة الجلاس. ما شفتي كذي السوق صار فيه شمعة نور شمعة الجلاس وصار فيه حركة حلوة. يا عمري يا سلام مهلال
نعم انا اقول اليوم حقك وحق نايل اليوم فرصه عصفورين بحجر. اقول لكم اصفر مزعفر ليت محسن يشوفه. يا سلام عليك. سلام, سلام عليكم. يا سلام عليك. نعم هذه على فكره حلقه من الحلقات انا مثلتها صج في اهل الدار. حلقات كانت تراثيه اخراج المخرج الرائع احمد يعقوب المقلب. كان معنا ايضا شهد الياسين. بعد على شنو كان اصفر مزعفر؟ على لون الشعر. ايه ها الشعر كان شيء اصفر فكنا نقول اصفر مزعفر. فكانت ماجده سلطان وجه لها تحيه فنانتنا تقول حق حق شهد تقول له اصفر مزعفر ليت محسن يشوفه. مين محسن؟ مين محسن؟ حضرتي. ها انت محسن انت ويانا تشوف اليوم الاصفر. سلام عليك. من وين هاللبس؟ لبسي نعم من جلوبيات الشيخه. يا سلام. والذهب من مجوهرات جيهان. يا سلام. يا سلام. يا سلام. تزينينا ولا يزينك يا الغالية. ما عليك زود يا نظر عيني. اي والله. عاد احنا اليوم جسر المحبة اللي بيننا تواصل. سبحان الله. وانتي اصفر وانا اصفر. بدون اي يعني. بدون اي اتفاق. فانا اليوم من عند محمد صالح الزري طبعا المحل اللي موجود في مجمع يتيم ما قصر معي على هالثياب. اليوم ثوبي ثوب الهلال والنجم عشان خاطرك الهلال اليوم. يا سلام عليكم منورات ما شاء الله عليكم. طبعا مشاهدينا بنتواصل معاكم في برنامج الساريه لكن خلينا نشوف هذا التقرير عن زياره سعاده النواب امس لنا هني في القريه التراثيه مع وكيل وزاره الاعلام لبرنامج الساريه والكواليس وراجعين نتواصل باذن الله. الزيارات تسعدنا اكيد وتقوينا اكثر وتشد على عزمنا ان احنا نستمر في هذا البرنامج ونوصل موروثنا الشعب الجميل لكل من يشاهدنا مش بس في البحرين. اليوم عندنا متابعين ايضا من خارج مملكه البحرين وسعيدين ان يسمعون المفرده البحرينيه وبعض الامور اللي تخص البحرين. هذا الشيء فعلا يحسسنا ان احنا فخورين أكيد. اكثر بهذا البرنامج. فشكرا أكيد. لكبار الشخصيات لسعاده النواب وايضا لوكيل وزاره ما قصرتوا على هذه الزياره. نتمنى دائما ان نكون احنا من خلال هذا البرنامج رافعين الراس ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. طبعا عندنا مكالمه وخلاص بنبتدي البرنامج إن شاء الله. معاكم نقول الو مساء الخير معانا احمد الدوسري. مرحبا. مرحبا. الو مرحبا احمد معانا على الهواء شلونك؟ الله يسلمك. مبارك عليك ما تبقى من الشهر. على نعالك. الله يسلمك. الله يسلمك. من وين احمد؟ من اي من وين احمد؟ بسيتين. من بسيتين. والنعم فيك. والنعم في كل هالمحرق يا الغالي. الله يسلمك. كلمني ان شاء الله البرنامج معاكم ماشي بشكل حلو وقاعد نوصل لكم المعلومات الجميله عن الموروث. الحمد لله. يا سلام عليك. نقدر نقول جاهز احمد؟ ان شاء الله. اذا جاهز نروح حق الغالي ام هلال ونشوف الديره وين بترسيك. جاهز ان شاء الله يا احمد؟ اي جاهز. الله فينا. ها نشوف الديره وين بترسيك. افتر يا الديرة. يلا نشوف الديرة وين بترسيك يا أحمد. يلا يلا السارية. يلا السارية يا رب. إن شاء الله يا رب. في الياه أحمد. تعرف وين الياه؟ الياه شمال. يا سلام عليك. يا سلام. أسئلتك بتكون من البداية في السفرة البحرينية. يا رب بتكون كذي أكيل وتحب الأكل وتعرف السفرة. إن شاء الله. تمام. إيش رايك قبل ما أسألك السؤال نشوف الصورة مع بعض وارجع اسالك شو. نشوف الصوره. طبعا بتطلع لك الصوره احمد. احنا نعرف ان العيش هو العنصر الاساسي للغذاء عند اهل الخليج وعند الكثير من الشعوب
وهذه ما يعني انه ما في وجبة تعتمد على الخبز، لا في اكيد في وجبة تعتمد على الخبز وما تنوكل الا مع نوع واحد من انواع السمك، تمام؟ اوكي. طبعا انت شوف صورة. اي نعم. الاكل ذي اللي تنوكل فيه اسمها القشيد، تعرف؟ أيوة. القشيد ما كلها من قبل؟ اي ما كلها. سلام عليك. يعني كنك بتطمني في الإجابة. أنا حين أسألك ما سألتك لا تحاتي. يقول لك أكلة القشيد أي نوع من أنواع السمك هو؟ أعطيك خيارات؟ ثلاث خيارات. الخيار الأول العوم أو الشنعد أو الناعوض. لا الناعوض. الناعوض. ثبت. انثبت. نثبت لك على الناعوض 100 دينار من شركة باتلكو، تستاهل. طبعا بالرغم من انه هو شائع ان اسماك القرش مفترسة وقاتلة، لان صغارها يسمونهم نواعيض لان هي جدا لذيذة ويسوون منها القشيد. لا يكبر لا يكبر لا يكبر بس لا حجم معين. اي لين كبر ما يحل اكله. خلاص سوى فريخ صغير. يصير فريخ صغير هالطويلونه. نعم هذه يسمونها الناعوض ويسوونها قشيد. يا سلام يا عليك. سلام احمد، ان شاء الله مواصلين حق ال 300 ما فيها خساره. ان شاء الله ان شاء الله. وكم نجيبك يعني السفره صوبك لان سؤالك للحين في السفره. يلا ان شاء الله. ان شاء الله. يقول لك الله. مشتقات الالبان كثيره ومتنوعه، منها في شيء يسمونه الكشك، تعرفه او الكشت؟ ايه الكشك. عارف. او الكشت تعرفه؟ اي نعم. زين لا اسم ثاني احنا بالبحريني في له اسم قديم، شو نسميه؟ ام شنو؟ ام تعطيني خيارات؟ ما في خيارات. انتبه لك ام. عاد شي طرش الرساله في وين؟ أب... دلع لي البرد. الرساله يطرشونها وين؟ رسالة بريد. يعني ام بريد. ام بريد. ثبت ثبت فعلا يسمونها ام بريد، وهذه 300 دينار مقدمة من شركة باتلكو، تستاهل يا احمد. انا الصراحة لان احمد ماكل قشيد من قبل فخفت على السؤال الثاني يروح عليه صراحة. احمد ان شاء الله ما تروح عليه. ان شاء الله مواصل ويانا ولا بتنسحب؟ بس انا بقول لك شيء، شكلك زين في السفرة. واصل أواصل أخف صار سؤال. لا هو عند أم هلال. عند أم هلال. أم هلال أمك ما تكسر. طمنتك يعني. على حسب إذا هي يعني شوي عارفة الإجابة ولا لا. والله عارفة الإجابة وبسهلها بإذن الله. بإذن الله بتسهل ما تكسر أم هلال. بس عاد أنت خذ بالك معنا. أنا يعني انتبه حق الكلام اللي بنقوله. إيه. إن شاء الله. إن شاء الله. ترى 20 ثانية. لا بسرعة جاوب. إيه 20 ثانية ولا فيها خيارات. نقول في وجبة بحرينية يكون الحب العنصر الأول فيها الحب مال الهريس. زين وعلشان نسهل لكم الموضوع، أثناء الحرب العالمية الثانية يعني في السابق ذيك السنين قل العيش بسبب الحرب، استعوضوا الناس عنها بأكل هذه المادة اللي من حب الهريس. ها شن هي؟ حب شن هي؟ حب حب ال إيه إيه قول قول إيه إيه ثبت ثبت صح يريش صح. 500 دينار لك من شركة باتلكو ومجموعة عطورات من الحواج 200 دينار تستاهل. يا سلام عليك يا احمد. يا سلام عليك. يعني بدايه خير. انا قلت من البدايه في المقدمه نبي كله على ال 500 ان شاء الله، وانت اول واحد يعني يا ريت تعطي الامل حق باقي المتصلين. مبروك عليك. ان شاء الله ان شاء الله. عندنا متصل جديد نقول الو. مساء الخير يا مساء الخير يا نرجس. هلا هلا مساء. هلا والله نرجس شلونك؟ الحمد لله تمام. شلونك؟ الله يسلمك يعافيك. شلون كل شيء معك؟ شلون شفتي البرنامج والمعلومات اللي نقدمها؟ وايد حلو يعني بسيط بعد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ان شاء الله تكونين جاهزه وفرش حق المسابقه كذي. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله دامت جاهزه نروح حق الغاليه ام هلال تفرلك الديره. يلا يا نرجس. ها يا نرجس ان شاء الله جاهزه. من وين انت يمه؟ من جلالي.
يا سلام. يا رب الله يرزقك ان شاء الله السورية. ان شاء الله يعني فولك ان شاء الله السورية. يا رب اول مرة يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خير. الحين انت يا رب نشوف الديره وين بتوديك. افترى يا ديره يا رب. يا رب ان شاء الله تطلع لك ان شاء الله. يلا يا نرجس نشوف حظك. طولت يا رب. يا سلام ما طلع ما طلع. وين ما طلع اهم شيء. وين ما طلع ما طلع ما طلع وين ما طلع ما طلع بس الاتجاه مو شرق. لا شرق ما طلع. شرق وين؟ شرق يا نرجس. شرق شرق انزين شرق. السؤال يقول هناك منطقة في البحرين اسمها حد اليمل، وين تقع هالمنطقة؟ خيارات انزين، هل هي في الحلينية ولا بالقرب من راس البر؟ ما شاء الله. ولا رفع شمالي؟ راس البر. احسنتي ثبت صح. 100 دينار مقدمة من شركة بتلكو، تستاهلين. ما شاء الله عليك نرجس. انا مطمن لان انت من نوع المتصلات اللي يفهمون بالحركة والصوت اللي دائما تركز عليهم. ام هلال عيالي قاعدين معاي. عافية عليهم. ان شاء الله يسألونك بعد. طبعا بيكون مكملين معاك نرجس في المناطق والاماكن تمام. نعم. يلا نروح على السؤال الثاني. يقول لك وايد من المناطق الخالية اللي صارت ما شاء الله الحين عامرة ومعمورة بفضل السياسة الحكيمة اللي انتهجها من تولى حكم البحرين خلال 100 سنة الأخيرية اللي طافت. وهذه المناطق لها أسماء من زمان وظلت هذه الأسامي مثل ما هي، ما تغيرت حتى بعد التغيير الجغرافي اللي صار وحصل على هذه المناطق. من هالمناطق منطقة اسمها جري الشيخ، سامعة فيها من قبل؟ لا ما سامعة فيها من قبل. تمام لا. ما عليش لا تحاتين في خيارات. سؤال الحين شنو تعني مفردة جري؟ أعطيش خيارات؟ أعطيش خيارات؟ نعم. يلا خياراتك. خيار الأولي مسيل الماي أو مضمار رياضي أو الهروب. عندك 3 خيارات و30 ثانية بس نرجس. أنا وايد عطشان. في ماي في شيء؟ إيه خير الله وايد. الماي يجري. ثاني واحد شنو؟ مضمار رياضي. الحين يقول لك أقول لك أنا عطشان أبي ماي. نرجس مسيل الماي ولا مضمار رياضي ولا الهروب؟ الماي. نرجس. نعم. أقول لك أبي ماي. مسيل الماي. مسيل الماي. مسيل الماي. خلنا ثبت. خلاص. يا سلام. ثبت يا يمه. نرجس. نشف ريجي على قولتهم. عطشتي صدق. عطشتيني صدق. هاي الشرح كان شرح مفصل. مبروك عليك 300 دينار من شركة بتلكو. نرجس مشكورين. نعم تستاهلين 300 بس السؤال الحين انت بتواصلين لل 500 ولا بتكتفين ب 300 وبتنسحبين؟ ما ادري متردده. ان شاء الله افوز 500. ما ادري متردده يعني. اذا معلوماتك قويه وايد سمعيني، اذا معلوماتك قويه وايد عن معاني القرى في البحرين واصلي. صحيح. اذا ما تعرفين ارجوك اكتفي بال 300 لان ما ودنا نشوفك ترجعين حق 100. صعب صعب. ايش قولت يا ام هلال؟ والله ام هلال تقول راعي النصيف سالم، لان انا حسيت ان من معلوماتك لاتش عليه شوي. بس 300 بس خلاص. فتسلمين على 300 احسن. مشكورين ما قصرتوا. تستاهلين يا نرجس. تستاهلين يا نرجس 300 دينار مقدمه من شركه بتلكو، وايضا مجموعه عطورات ب 150 دينار مقدمه من شركه الحواج. الف مبروك. الف مبروك. مشاهدينا اكيد بنتواصل معاكم، لكن الحين خلونا ناخذ طله على غبقتنا في العريش وراجعين لكم. اليوم مرش فيني. نروح العريش.
هلال عريشي لو اخونا في الاكل ام هلال وبعد قاصل لنا يح اليوم الله. انا ما اخذ لي يح حق بيتنا اليوم بس يتروال اللون اللي نيح بودي من هني شكله حق حمره وحلوه اي ما شاء الله ما شاء الله والعيش الاخضر شفته يا ما شفناه الا بس عند مريم زيمان الله يطريها بالخير في مسلسل مسلسلات الحين اليوم بنذوقه اي والله شفته في مطاعم بس ما حسه ذاك الزوق وبنذوق القشيد اللي سولفت عنه من ساعه اليوم بعرف القشيد قشيد مصلي مسويينه في قاعده مزهر مزهر اقول لك بالالوان الطبيعيه يا سلام صارت على لوحه فنيه ما شاء الله يعني لوحه فنيه إيه؟ نعم سبقتني يا حبيبي لوحه فنيه الخضر على الاصفر على شوي البرتقال يا سلام انتوا بعد لابسين اصفر لا لا اليوم الوان في الوان حياتنا مع الدعوس اليوم بتواصل بخير باذن الله طبعا عندنا اتصال جديد مع متسابق جديد معنا جعفر حسن نقول له مساء الخير جعفر مساء الخيرات الله يسلمكم علي حبيبي هلا والله شلونك طمني عليك الحمد لله الامور كلها طيبه حبيبي الله يخليك جعفر من وين من البلاد القديمه والنعم فيك والنعم فيك حبيبي على راسي كلكم الله يسلمكم باذن الله جاهز معلوماتك حديد تمام كل امور طيبه يا سلام عليك بوجودكم ان شاء الله بوجودكم كل شيء امور طيبه باذن الله لا تحاجي باللي نقدر عليه دائما نقول احنا عيوننا لكم الله يسلمك متفقين متفقين نروح حق ام هلال عيال حق الديره ام هلال توصي في جعفر ولدنا جعفر ان شاء الله مستعد وجاهز جاهز الله انت مو ام هلال انت ام الخير ام الجميع الله يسلمك يا عمري عساك في خير ان شاء الله ونعمه الله يسلمك انزين الحين نقول حق الديرة وين بترسيك افتر يا الديرة يا سلام حق بلاد القديم نشوف جعفر وين يا رب الديرة جعفر نبي دعوة شي حلوة منك ما تدري قول يا الله السورية يا سلام جعفر طلع لك ما طلع تعرف وين ما طلع يا توه قبل شوي قالي جعفر شوف شوف وين تطلع الشمس لا الشمس من وين شارق وصلنا 21 رمضان أهم شيء الاتجاهات تحفظها نعم ما طلع الشارق طبعا سؤالك بيكون في الحرف والمهن أتمنى كذي جعفر يعني أسئلتك تكون سهلة عليك يا رب إن شاء الله تمام شوف تمام. أنا بنشوف فيديو طبعا بس عقب ما أنسألك الحين أبي بس أقول لك مجرد كلام ركز شوي في الكلام عشان بإذن الله تستشف الإجابة منها تمام إن شاء الله. يقول لك أمسي واصبح وانا للشوق مسكينة الزاجرة محنتي والثور أبو سنينة أسقي على البنبرة واسقي على التينة وادعي على من ذبح قلبي بسكينة طبعا أكيد سامع دي الأغنية أكيد يا سلام عليك مواريث الأغاني الشيخ الله يسلمك يا سلام عليك أبيات جميلة من الشعر الشعبي طبعا غناها وسمعناها بصوت الفنان الجميل خالد الشيخ اللي نوجه له تحيه ملحنه ومغناه بطريقه جميله باسلوب بحريني جدا جميل احنا الحين نص الطريق وصلنا سامع الاغنيه سؤالي لك شنو هي الزاجره تحتاج خيارات الزاجره حط الخيارات نعطيك الخيارات مو مشكله خيارك الاول هل هي من صفات الدنيا او البقره النطاحه أو من طريق السقاية أو من طرق السقاية عفوا شنو هو الجواب؟ الزاجرة من طرق السقاية كنا مسامحك شنو جاوبت لحظة من طرق السقاية اي نعم فثبت ثبت أحب اللي في أحب اللي في متمثلياتي أحب ما شاء الله عليك جعفر 100 دينار من شركة بتلكو مشكورين خلنا يا الغالي جعفر نشوف هذا الفيديو الجميل معاك ونرجع نتواصل يلا خير خير أصبح أمسي وأنا للشوق مسكينة الزجرة محنتي والثورة بسنينة أصباح أمسي وأنا للشوق مسكينة الزاجرة محنتي والثورة بسنينة أسقي على البنبرة وأسقي على التينة حسبي على من جرح قلبي بسجينة أسقي على البنبرة واسقي على التينة
حسبي على من جرح قلبي بسجينة وقلبي بسجينة. يا سلام حسين، سمعت هالغنية الجميلة التراثية الحلوة؟ سمعناها بصوت خال أجعفر، سمعناها بصوت خالد الشيخ من قبل، وسمعناها أيضا بصوت الفنان حسين العسم. احنا كذي وصلنا خير لمية ضامنينها. اي نعم. نيلة في يدها 300 عاد الحين. السؤال عن نيلة جعفر، ما فيها خسارة. ما في، متفضلي. ما فيها خسارة، خلاص انت لمية عندك، الحين رايحين على 300 ان شاء الله. ان شاء الله انا بسألك وان شاء الله يعني بتاخذ ال 300 يا رب. يا سؤالك يقول: الفلاح البحريني لما يزرع الارض ينسقها يعني بطريقة زراعية انه هو يقطعها مربعات، شروب هاي؟ يعني انا الحين ما سألت، هاي الحين ما تحكيت اسأل ولا ثبت؟ لا شوف انا بسال السؤال عشان المشاهدين اللي يتابعونا. فعلا هو الزراع لما يزرع الارض عندنا يقطعها على شكل مربعات، وبعدين يزرع كل مربع نوع معين او نوع مختلف من الخضروات. كل قطعه او كل قطعه مربعه شو يسمونها؟ انت جاوبت. يا سلام، انا بنزل الخيارات. الخيارات تقول قسيمه، جوبار، ولا شروب؟ وعيني عليك باردة. صلاة على النبي، صلاة على النبي محمد. لا شكله بيواصل. 300 دينار وصلتك، تستاهل يا جعفر. لا بإذن الله يواصل، بإذن الله جعفر يستاهل، شكله معلوماته حلوة. يعد بإذن الله خير. يما جعفر. نعم نعم الخير. السؤال عندي ولا في خيارات؟ ما في خيارات. بتواصل للخمسمية ولا بتكتفي بالثلاثمية؟ عندك لأن على الجواب بس 20 ثانية، ولا في خيارات إنه يعني في دعس معس؟ ما في. سهل عليك أم هلال؟ نعم سهل عليك. الجواب والله موجود عندي، يا كذب وأقول مبكر. يعني لا أنت تعرفين معناه؟ بس الجواب هالطول. إنزين يمكن يعرف يعني ما أدري. يعني هو يعني عن إيه، شعر وقول وجيل و... والله ام هلال، ام هلال ام الخير، انا اعطيش التوكيل، انت اذا تبين اواصل والله خلاص اكتفي بالمثل اللي دائما تتكلمين عنه اللي هو راح النصيف سالم. اسلم على 300 انت، خلاص انت اللي تحددين. ولك 150 هديه مجموعه عطورات من عبد الوهاب الحواش. والنعم اسلم. مبروك عليك جعفر، تسلمك الخير. وبالعكس يعني معلومات كانت جدا جميلة، وفعلا ساعات أم هلال تقول مثل هالكلام لأن احنا نخاف فعلا ان انتم تجاسفون وتخسرون، مثل ما تقول ترجعون حق المية وتروح عليكم الميتين. فعلا فمبروك عليك الغالي الميتين. لحظة، 300 لا اليوم ما حط 300 ما حطوا في خاطري شيء اليوم. الطلب واصل. يا الخنفروش ما قصروا والله. شكرا. مخرجينا اليوم مدلعينا اليوم صاخن. عاد يصير اضق منك. شو اسمك؟ اسمك لطيفه صح؟ والنعم يا لطيفه ويا بدلي يا سلام. تعالي ذي الصبح خلي تشوفي جمالك الحلو. اليوم انت من اي مصمم لابسك اليوم؟ هناك اللي لابسينه مصممين ها؟ امها مصممه. امك امك يا سلام عليك. تستاهل شزين يا لطيفه. يا سلام عليك. الله يحفظك حبيبتي. الله يغنيك الغاليه. مشاهدينا يا سلام عليها. يا سلام عليك حبيبتي. الله يحفظك يا رب. ما شاء الله الله يحفظها. جنن الله يحفظك وتسلم يدك. مشاهدينا كيف بتواصل معاكم في برنامج الساريه، لكن طالعين فاصل سريع وراجعين باذن الله نتواصل وياكم. يمديني للمشاركة في برنامج المسابقات السارية، الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق.
دمع عيني من فراقك ناظر رفيقه إن لم تعرفه المحاجر نجدد لكم التحية مشاهدينا، وسمحوا لنا أيضا نكرر الشكر لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الداعم الأول للبرنامج، وأيضا إلى لجنة رياضات الموروث الشعبي، وكذلك شركة باتلكو على دعمهم للبرنامج، وشركة يوسف عبد الوهاب الحواج وأولاده، وشركة إبراهيم خليل كانو اللي قدموا لنا سيارة الأسبوع الثالث. طبعا خلونا نذكركم مشاهدينا بطريقة المشاركة في برنامجنا برنامج السارية. كل اللي عليكم الدخول للموقع الإلكتروني اللي موجود أسفل الشاشة، وبتسجلون كل بياناتكم المطلوبة، الاسم الكامل، رقم الموبايل، الرقم الشخصي، وبإذن الله بتكونون معنا من المشاركين وتفوزون ونتصل عليكم إن شاء الله بإذن الله. ولمتابعة البث المباشر لبرنامج السارية وأسماء الفائزين في المسابقة يمكنكم الدخول على حساب الموروث الشعبي من خلال تطبيق الإنستغرام. يا سلام. أما الحين خلونا كذي نشوف سؤال مسابقتنا لهذا الأسبوع وطريقة المشاركة، وراجعين لكم. رغم تقدم العلم وتوفر الوسائل الأخرى لعمليات الغسيل، لم تتغير الطريقة البدائية لغسل الثياب لدى هؤلاء الدوبية الذين تعودوا غسل الملابس في العين الواقعة في منطقة الخميس. ولقد دأب الدوبية على نشر غسيلهم إما على الأرض أو بتعليقها على حبال مربوطة إلى عصي خشبية ومثبتة بطريقة تستطيع معها تحمل رياح الشمال إذا هبت. للدخول في السحب على جوائز السيارات في برنامج السارية، أرسل كلمة موروثنا عبر رسالة نصية قصيرة SMS عبر الأرقام التالية: باتلكو 94444، زين 94499، STC 88880. تكلفة الرسالة 500 فلس. مشاهدينا مثل ما شفتوا هذه هو سؤال مسابقة السيارة، عندكم لي باكر تشاركون معانا، وإن شاء الله يكون الحظ من نصيبكم ونتصل لكم وتجاوبون السؤال: شو اسم هذه العين اللي كانت موجودة عندكم في الفيديو اللي عرضناه قبل شوي؟ أما الحين متواصلين معاكم في المسابقة معانا شيخة. ألو مساء الخير يا شيخة. شيخة رفعي صوتك، مساك الله بالخير. يا هلا ومرحبا فيك، شلونك يا شيخة وشلون رمضان وياك؟ الحمد لله طيبة الله يسلمك. الحمد لله طيبة إن شاء الله دايما يا ربي. شيخة مسابقتنا شلون؟ خفيفة؟ الأسئلة حلوة؟ تعرفين هذه المعلومات؟ والله نتعلم منكم. يا حبيبتي سلام. معلي الحمد لله هذه أهم شيء. إيه هذه أهم شيء. شيخة إن شاء الله تكونين جاهزة حق المسابقة؟ إن شاء الله. من وين أول شيء أنتي؟
من البسيتين. والنعم فيك واهل بسيتين كلهم. يلا هلا. دامك جاهزه يا شيخه نروح للغالي ام هلال. يلا شوف الدنيا يا شيخه. جاهزه ام شيخه؟ ان شاء الله. ان شاء الله نشوف الديره ونبترسيك فتره يا الديره. يا رب السار يا شيخة عطينا دعوة شي حلوة ما تدرين. إن شاء الله السار يا رب. يا سلام. لا 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 لا. يا سلام. شلون شيخة؟ والله ما شاء الله 600 دينار ما شاء الله عليك مقدمة من لجنة رياضات الموروث الشعبي. شفتي قلت لك ادعي دعوة كذي حلوة ما شاء الله ياك. أشوى طلع صوتك شيخة سمعنا صوتك بالفرحة. والله قاعدة حالتي قاعدة بروحي لأنه ما عنده حد يعلمني اللي جابت. تستاهلين وعلى نياتكم ترزقون. تستاهلين يا شيخة حبيبتي. بس بتوجه بالشكر لسمو الشيخ ناصر بن حمد لدعم الموروث الشعبي وإحياء التراث الوطني لدى الشباب البحريني. ما عليك زود تسلمين أكيد الشكر موصول لسمو الشيخ ناصر. مبروك عليك 600 حلوين من السارية. يلا من الستمية طبعا نروح حق احمد عبد الله ويمكن بعد يكون له نصيب من خيرات شيخه باذن الله. ان شاء الله يا ربي. الو مرحبا احمد. احمد معاي؟ اي نعم وياك الله يسلمك. شلونك الغالي؟ مبروكين على رمضان واخره ان شاء الله. الله يخليك الغالي. من وين احمد؟ نعم من وين الشيخ؟ نعم اخوي. من وين انت؟ من وين؟ من رفاع الشرقي. من رفاع والنعم فيك بأهل رفاع كلهم. أحمد شيخة قبل شوي شيخة قبل شوي خذ 600 طلعت للسارية تهقى يطلع لك بعد الشيء عقبها إن شاء الله. إن شاء الله ليش لا نتمنى إن شاء الله بإذن الله. على نروح عند أم هلال ونشوف الديرة وين بترسيك. يلا اجهز ونشوف الديرة وين بترسيك وفتر يا الديرة. يلا خلينا نشوف الديرة. مبروك يا ام هلال بعد. يقول لك انت مبروكه ان شاء الله يا رب. الله يبارك فيك. اذا طلعت بتكون شغله حلوه الصراحه ان شاء الله. يا لا كني هي كني لا يلا ما عليك حظ اوفر بالمسابقه ان شاء الله نكمل. وين قطب؟ قطب وين احمد؟ قطب لا مو شمال عكس عكس جنوب جنوب. يا سلام عليك. باذن الله اسئلتك بتكون في التواريخ البحرينيه. نروح حق السؤال احمد مع بعض. أحمد معاي؟ وياك. يقول لك أحمد تبوأت المرأة البحرينية مكانة مرموقة جدا في المجتمع البحريني حتى في مجتمع الغوص. يعني نشوف المرأة البحرينية ما يلست مكتوفة اليد، لا نشوفها ساهمت مساهمة فعالة في العمل على زيادة دخل الأسرة بجانب تربيتها لعيالها، وأيضا اخترقت المجالات الإنسانية من أوسع أبوابها، فكانت إلى جانب كونها أم هي مدرسة مربية ممرضة دكتورة ومهندسة وبعد بطلة رياضية. الحين سؤالي بيكون لك وركز على بطلة بحرينية. ها من هي أول عداءة بحرينية تحصل على ميدالية أولمبية؟ أعطيك الأسامي والخيارات. يا سلام. خيارك الأولي بيكون مريم جمال أو فاطمة جاسم أو زهرة حسن. هاي على طريقة أم هلال. مريم جمال ولا فاطمة جاسم ولا زهرة حسن؟ مريم. مريم ثبت. انثبت. نعم فعلا الإجابة مريم جمال. فس معانا بمية دينار من شركة بتلكو. وخلي نشوف هذه الصورة لبطلتنا الجميلة جدا طبعا واللي نقلت نقلة نوعية حق الرياضة على مستوى مملكة البحرين. وجهنا تحية طبعا أكيد مريم جمال. فخورين فيك أكيد. إن شاء الله مريم تتابعيننا. أحمد نعم فعلا يعني مريم هي العداءة اللي فازت بالميدالية البرونزية في سباق 1500 متر في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في سنة 2012 في لندن. نفس ما قلت احنا فخورين فيها أكيد. أحمد نعم. هذه ألف مبروك عليك المئة. الله يبارك فيك. الحين انت ان شاء الله موصل حق 300. اي ان شاء الله نواصل. ان شاء الله بنواصل. اسمعني بقول لك سؤالك الثاني وان شاء الله فالك 300. ان شاء الله. ان شاء الله. بطلة من ابطال الرياضة البحرينية كانت من اوائل النساء اللي مثلوا البحرين في دورة الالعاب الاولمبية عن طريق المشاركة في سباق 100 متر في العدو في أولمبياد 2004 في أثينا طبعاً.
وتأهلت منها للدور القبل النهائي لمسافة 200 متر في أولمبياد بكين. من هي؟ من هي هالبطلة؟ معروفة ومشهورة وايد. أعطيك خيارات أحمد؟ أعطيني خيارات، أنا عارفة بس بتأكد. إنزين قول لي قبل أعطيك الخيارات. الغسرة. الغسرة؟ ثبت ثبت ثبت. هل أعطيك الخيارات؟ هل هي زينب الدمستاني، سليمة محمد، ولا رقية الغسرة؟ دومك قلت رقية الغسرة، ثبت رقية الغسرة وعليك بالعافية 300 دينار. طبعا خلنا نشوف صورتها على الشاشة قبل لنواصل إذا تبي تواصل. هذه صورتها بعد الفوز، فعلا رقية الغسرة رفعت رأس البحرين في الأولمبياد. نعم فخورين أكيد أيضا برقية ما شاء أكيد. الله احنا فخورين فيها والله ما قصرت أكيد. الله يخليك. عاد الحين أنت بتواصل ولا بتكتفي بالثلاثمية؟ لا بس واكتفي بهذه. بتواصل؟ ايه بيواصل يقول لك. طبعا احنا فخورين بكل أبناء البحرين اللي يمثلون البحرين في كل المحافل. بتواصل؟ بتواصل يا أحمد؟ عندك 20 يمه ثانية وما في خيارات بس والله ها السؤال يعني هو مو ما دام عندك خبرة عن الرياضيين وعن ان شاء الله. ها عندك خبرة؟ عندي خبرة بس مو متواسعة. راعي النصيف سالم ولو انه هو يعني صدقين شوي صعب السؤال شوي صعب السؤال. راعي النصيف سالم راعي النصيف سالم اي دكونه 300 دينار مقدمه من شركه بتلكو وفوقهم 150 دينار عطورات من عبد الوهاب الحواج. مبروك عليك مبروك عليك ال 300 دينار مثل ما قالت ام هلال وايضا مجموعه من الحواج مقدمه لك بقيمه 150 دينار. يعني ما شاء الله مثل ما شفنا هذه الطاقات البحرينيه الجميله مثل ما قالت نيله احنا فخورين باي شخص يسوي اي انجاز لمملكه البحرين في اي مجال من المجالات الرياضيه التعليميه في كل مجال احنا صح. فخورين فعلا في كل بحريني وبحرينيه اكيد بلا شك. نعم. مشاهدين أكيد متواصلين معاكم من برنامج السارية لكن رايحين ناخذ طلة سريعة على غبقتنا في العريش وراجعين بإذن الله.
مواصي طبعا معاكم مسابقتنا الجميلة وبناخذ اتصال جديد معانا فاطمة عبدالله. مساك الله بالخير فاطمة. فيك بالنور يا هلا والله. شونك طمنيني عليك. خير الله يسلمك. الله يخليك دوم ان شاء الله حالك بخير يا رب. فاطمة من وين؟ من حمد. والنعم فيك. ينعم بحولك. فاطمة شون المسابقة؟ والله في معلومات توني اكتشفها عرفتها من عندكم يعني. يا سلام الحمد لله زين. عثبتي عليها مثل ما تقول مهلال كل معلومة ثبتتي يعني تقدر تقول شويه ان شاء الله. خلنا فاطمه نروح على طول عند ام هلال ونشوف الديره وين بترسيك ان شاء الله. جاهزه يا فاطمه ان شاء الله؟ جاهزه يا ام هلال. يلا نشوف الديره وين بترسيك. افتري يا الديره قولي يلا الساريه. يا رب الساريه. يلا الساريه. الله يسلم منكم ان شاء الله. ان شاء الله في الياه. وين الياه فاطمه؟ الياه شمال. الياه شمال نعم. ان شاء الله اسئلتك بتكون عن اليمل باذن الله. خلينا نشوف معاك. طبعا اول سؤال بقول لك كلام اتمنى ان انتي تركزين عليه عشان شنو فاطمه تبتدين تعرفين الاجابه من حتى من ضمن الكلام. تمام فاطمه؟ يا سلام عليك فاطمه. يقول لك من السمات الشعريه الجميله عند العرب انهم يبدؤون قصايدهم بمدح الناقه او الجمل وذكر صفاتها الحسنه، وطبعا عندهم الابل رمز الثروه العربيه وايضا عنوان ثرائه يطلقون عليها المال. فيقول الشاعر الشعبي يقول ثامن وحياتي به معزة وهيبة عليك بسفن البر حرش العراجيب راعي الغنم يشيب قبل شيبة والبل معزة تبعد الهم والشيب. وأيضا يقول الشاعر البحريني طرفة بن العبد وأهو يوصف ناقته اللي شبهها بالسفينة يقول يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسمت تربة المفايل باليد. ذكر طرفة طبعا هذا البيت على أساس أنها هي اللعبة من ألعاب الأطفال واللي هي شنو؟ المفايلة. هذه اللعبة ظلت عايشة مع البحرينيين لفترة كبيرة وكانت البنات تحديدا أهما اللي لعبون هذه اللعبة. واللعبة على فكرة مشهورة وايد فاطمة. أعطيك خيارات؟ يكون أفضل. الخيار الأول الدحروي مو صوب البنات أتوقع. أو الخبصة أو الدوامة. واضحة. واضحة. الخبصة. نثبت على الخبصة فاطمة قوليها بثقة. ثبت. ثبتنا لك فعلا. فزتي بمية دينار من شركة بتلكو. لا تترددين فاطمة قوليها بثقة. يا سلام عليك. يلا نواصل فاطمة ها. خلينا نشوف الصورة مع بعض حق لعبة الخبصة. ومثل ما ذكرنا أنها هي لعبة كانت البنات فعلا يلعبونها وأشوف حتى ليحن بناتنا الصغار يعلمونهم على هاللعبة يستنسون عليهم مهلال. والسؤال الحين عندك. يا سلام عليهم يا ما لعبناها. يا سلام. اي والله. انزين السؤال طبعا موجود عندي. المعروف ان لكل فترة عمرية من عمر الجمل لا اسم خاص عندنا ذي في البحرين. طبعا في مناطق ثانية لهم بعد يمكن اسماء تختلف عن مناطق اخرى اكيد. السؤال ما اسم الجمل في سن الثالثة من عمره 3 سنين؟ هل هو خيارات؟ خلي بالك يمه. هل هو بعير حق هو حق ولا مفروض؟ مفروض كانت حق ثبت وانت صح. مفروض راحت علينا من قبل. 300 دينار مقدمة من شركة بتلكو. نعم نعم جميل. واصلة إن شاء الله. يا سلام عليك أم هلال ثبتت عدل. ثبتت. نعم عاد الحين ما ندري الحين بتثبت بتكمل الـ500 ولا بتكتفي بالـ300؟ أنت تحسون السؤال سهل أول شيء؟ أنت لاتش في الإبل؟ لا تعرفين معلومات؟ لا ما صدق فاطمة سمحي لي عاد يعني كلام أخو عزيز لأخته. أشك إن عندك معلومات. سؤال صعب صراحة. في أحد وياك؟ أي معاي أحد. معاك أحد؟ معلومات أيوة زينة عن اليمل. معلومات أيوة زينة. هو اللي قاعد يقول لي. ها هو يقول لك. أيوة. جاوب كل الأسئلة. هو.
زين عيل. شو رايه نواصل ولا بننسحب؟ نواصل. ما في خيارات. بنواصل باذن الله خير. باذن الله خير. سمعيني انا بقول لك شيء وبعدين بنشوف تقرير وتالي بسالك السؤال. تفضلي يا عمري. خلا اقول لك شيء قبل لا نروح التقرير وبعدين بسالك سؤالك فركزي معاي. يقول لك ان المعروف ان القبائل العربيه اللي تقتني الابل عندها يسمون الابل بوسم خاص لكل قبيله عشان ينعرفون او يتعرفون عليها في حاله ان الابل ضاعت او فقدوها. فخلينا نشوف حق نشوف هالتقرير للاستاذ احمد معيوف الرميحي وبعدين بنرجع نسالك السؤال. مساكم الله بالخير، الله يحييكم في برنامج الساريه. عندنا من تلايد البحرين عندنا فرحات وعندنا مصيحه وعندنا سمحات وعندنا عرقه، هذه الاصايل ابل الخليفه وابل البحرين. بالنسبه عن حمل الناقه طال عمرك تاخذ سنه كامله 12 شهر، بعضها تمد تاخذ اسبوعين، بعضها 20 يوم عن وقت ملاقاها تخبر وقت تمام السنه، وبعضها سبحان الله في نفس الوقت تكمل السنه اليوم بكره تلد تشول، فما هو بسوى الحلال سبحان الله. بالنسبه عن المفروض يفرد عن ما لا صار عمره سنه، الحوار من يتمم السنه دون السنه بشهر ولا شهرين يفردونه يعزلونه ينفطون من الحليب، يعطون امه وقت انها تستقوي وترد صحتها عقب الرضاعه وعقب تنعرض على الفحل مره ثانيه، وهذاك قال له مفروض. بالنسبه عن الوسم يثبت الحلال، يعرف بهله لا ضاع ولا شيء ولا غيره، يعرفون ان هذه الناقه تبع الفلانيين من العرب. وبالنسبه عندنا في البحرين ابل الخليفه معروف اسمها، واسمها العرقه، والعرقه تصير على الفخذ الايمن. نعم. وعندهم عزله اللي حط لها رقمه عزله فوق العرقه معروف المن، ويسار العرقه معروف المن. هذا بالنسبه عن الوسم في البحرين. فاطمة. هلا والله. أتمنى أنك ركزتي تركيز ممتاز في التقرير. إن شاء الله. سؤالك يقول إذا آل خليفة الكرام يسمون إبلهم بوسم اسمه العرقة وهو على شكل بكرة وقعود، حلو؟ أوكي. شنو هالشكل مع العلم انه على هيئه من العلامات الحسابيه؟ شنو الوسم اللي وسمون فيه العرقه؟ زائد. اثبت فعلا صح. اشاره الزائد في الساق اليمنى، هذه هو الوسم اللي يسمون فيه الإبل آل خليفة الكرام. تستاهلين يا فاطمة 500 دينار مقدمة من شركة بتلكو، وأيضا 200 دينار عطور من شركة عبد الوهاب الحواج. زين وصلت على فاطمة ويمها أحد يساعدها، ريحتينا فاطمة، مبروك عليك. والسؤال ترى السؤال صعب بالنسبة حق اللي ما يعرفه، تقدرين أنت تعطين فيه إيه؟ بس حق اللي ما يعرف بيكون جدا صعب صراحة. كنا متخوفين فاطمة، بس مبروك عليك. مبروك عليك، تستاهلين يا فاطمة. مشاهدينا بنتواصل معاكم أكيد في مسابقات السارية، رايحين فاصل بسيط وراجعين بإذن الله، لا تروحون بعيد. للمشاركة في برنامج المسابقات السارية الرجاء الدخول على موقع المسابقة www.assaria.tv وتسجيل البيانات المطلوبة، الاسم الثلاثي، رقم الهاتف والرقم الشخصي، ثم الضغط على زر المشاركة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق.
الطباخ الزين من مطعم الداعوس الأكلات الشعبية ما شاء الله مو مقصرين ويانا، أكيد نوجه لهم جزيل الشكر من بداية رمضان إلى اليوم ومستمرين معانا إلى ثلاث أيام العيد، مشكورين نعم الله عليكم. أكلات شعبية جميلة، كل يوم قاعد نستمتع بأكلة جميلة تمثل حتى تراث البحريني في الطباخ وطريقتنا في الطباخ وبهاراتنا وحركاتنا الحلوة من المهلال. بس اليوم بعد سمحوا لي من خلال برنامج أشكر محلات العزبة على القهوة والتمر اللي وصلوها لنا، كانك صما قصرتوا فعلا فعلا، أسعدتونا وشكرا لكم. لكل إنسان يقدرنا بأي شيء من الأشياء الجميلة احنا نكون سعيدين طبعا. بكرة في السارية إيه؟ ساعة كم مهلال؟ عشر ونص. نعم ساعة واحدة على الهواء، بالإضافة إلى باكر عندنا السيارة يا سلام، يعني بكرة فعاليات جميلة، وعندي إحساس إن حتى السارية بكرة بتكون غير بإذن الله. أكيد إن شاء الله غير بإذن الله. نشوفكم على خير. إذن بكرة إن شاء الله بنكون معاكم الساعة عشر ونص بإذن الله في برنامج السارية، كونوا في انتظارنا والمفاجآت الجديدة. تصبحون على خير. مع السلامة. مع السلامة.